الرابع والأخير في هذا القسم، في القسم الثالث الهداية. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية مثبتة وهداية منفية. الهداية صحيح؟ هداية توفيق ها؟ دلال والشان؟ لا، هداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية توفيق، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلام عمي ما استطاع حتى تتعلم الأمة ماذا؟ التوحيد، المعتقد أنك عبد لا تستطيع إدخال أو إخراج أحد من رحمة الله، إنك لا تهدي من أحببت. نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير من باب أولى. هذه هداية منفية لا يملكها إلا الله، هداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد تبيين وتوضيح يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دلالة وإرشاد، مفهوم؟ أي نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع من بعد، لكن لا نبتدع. مفهوم؟ عندنا وسائل وجدت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا نفعلها. الأناشيد اليوم وسيلة من وسائل الدعوة، بعض الناس يقول وسيلة من وسائل الدعوة اليوم الأناشيد، نقول لا. كان المقتضي وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نربي الناس على الأناشيد ولا نربيهم على الكتاب والسنة؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، برئنا إلى الله من معشر به مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعاشوا على دندنا دندنا. نعم صحيح. إذا قام المقتدي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن أناشيد، وتريد تدعو الناس اليوم بالأناشيد أو بالكتاب والسنة؟ كتاب، من لم يتعب بالكتاب أو السنة فلا واعظ. مفهوم؟ أي نعم. طيب،